السلام عليكم، انا براك محمد احد ورثة ديال هذا المنزل اللي الوراء ديالنا اللي كيملكو واحد الاب ديالي جندي سابق وسجين سابق ديال بوليزاريو رحمه الله عليه. انا كندوي واحد الحقوق، يعني اليوم بحال تحسيت البلاد ديالي مهان، حوايجي كيترماو مع ان الدار ديالي عندي شواهد واثباتات وكل ما كيخولوا لي القانون. كنتفاجئ واحد السيد كيجيب الافراغ والقوه بجميع الاخر وما عندوش حتى باش نقول لك القانون، باش اللي يعني اللي كثر منا حنا في هذوك الوثائق. لهذا كنتمسوا من القضاء يشوف يعاود هاد الحيثيات بدقه. راني كتشوفوا راه الحوايج ديالي راه مرميين وراني متشرب، ما كاين لا دار لا والو، حيت الاب ديالي من الخدمه ديالو ما راه ما موفر لا دار لا يديك لي خليك. هذه اللي راه وفرها بواحد مشقة النفوس، يعني تعب عليها، يعني راه دوز عليها المراره ديال الصحراء والسجن، يعني ديال كعارفين ديال الانفصاليين كي داير. و من حيث سير غير بحيث باش نعرف هذه شراها الوالد ديالي 1977، حنا صغار حنا ما عرفناهاش وارتينا. الوالد ديالي كان كيمشي ويجي ليها عادي، حتى فوجئنا يعني عنده واحد الدار في الشويبير في قرسيف الشويبير، الوثائق ديالها بكلشي. منين جينا حليناها كنشوف داكشي كيتغير متغير على اللي كانت سابق. وسكناها دخلت ل 2017 وهو جا ودعاني 2021، وها هي اثباتات اللي راه عندي. هادي كونطرا باش مشرية، وهادي شهادة عدلية. وهادي شهادة عدلية ناهيك عن الجيرة كشهود، ولا بغا حتى 100 شاهد راها كاين. وكنلتمس مرة أخرى من العدالة تدقيق مزيان وتعرف مزيان هاد السيد هذا راه دار، يعني شنو نقول لك، هاد الإفراغ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عنديش شي تعبير لي باش نوصف. هانتوما كتشوف الحويجات ديالي والوليدات ديالي راهم مرميين تما، وهاد اصلا المحكمة راه ما عندوش اثبات لهذا. كنقول طلبوا من العدالة ديالنا دقق مزيان، حنا راه موالين هاد الدار، حنا ماشي كنطيحو على الاخر، حنا راه بوراق، حنا
بكل ما يثبت. وهذه راه هذه بحال كجزاء خدمة ديالو ديال 31 عام ديال الخدمة اللي فناه على هاد في سبيل هاد الوطن. دائما انا كان يعني لهذا القضاء ينصفني ويتم التحقيق والتدقيق بالتدقيق بالتدقيق بزاف. كنلجع لهم انا، ما فين غادي نتخبى، راه نتخبى فيهم. هذا انتم كتشوفوا الحاله الا صورتو راه غتشوفوا كي الحويجات ديالي راهم مرميين. هانت شريت نتا اخي المرحوم ياك؟ نعم اسيدي تفضل. بسم الله. انا اخي المرحوم، هذا الدار هادي عطاها لي المرحوم في 81 كان يمشي ويجي من الصحراء. ساعات مازال ما سكنت فيها من 81 حتى 89 ومن اللي خويت عطيت الصور لمواليهم ومشيت في حالاتي. هذا ما كان عارف. شكون هما مواليهم؟ مواليهم هو بارك محمد اخ ديالك. اخ ديالي هو مولا، كان عسكري، كان جندي في الصحراء وكان يقاوم. هذا هو اللي كاين. وديك الساعات كانوا الدراري صغار، الدراري كانوا صغار مازال كيقراو، ما عندهم معلومات، ما عندهم حتى حاجه. كانوا غاديين ماجيين، منين كملوا القرايه ولا خرجوا ما عطا الله شيء، مشاو كيخدموا على راسهم كيسترزقوا الله، والوريقات مازال ما حصلوش عليهم. انا هرجعوا حصلوا عليهم. ديك الساعات جاو لقاو اسيدي الدار، لقاو الدار مستولى عليها هاد السيد هذا. هاد الوريقات فين كانوا؟ الوريقات كانوا عندهم هما، جبدوها منين جاو جبدوها الوريقات. كانوا صغار هما الوريقات، عاد تفاجئوا بهاد الدار كاينه هنا. ما هما ما عارفين والو. من جاو يسولوا على الدار ديالهم لقاوها هكا، لقاوها السيد هذا كيقول لك ديالي، ودخلوا الدار ديالهم، سكنوا الدار ديالهم. هذا الشيء اللي كاين، ودابا كيتبعهم في المحكمة كيقول لهم داري داري، وهي الدار ديال بارك محمد الجندي. ها الشهود كاينين، شهادة عدلية والكونترا والشهود وكل شيء، أنا كنشهدها بإنما ديالو. ها الجيران، ها كل شيء كاين. وها انت تشوف هاد الدراري دابا هما غادي ينعسوا هنا، غادي ينعسوا هنا برا. غادي يتحداك الباركو ولا مضرقهم، والبرد والسمره والمسائل ما كاين. لا كره، دورنا على الكره ما كاينش، دورنا على 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 على, على, على الدار ما كايناش. ها هما هنا مستجبين لله تبارك وتعالى، هما كيعينوا الحق ديالهم عند الله تبارك وتعالى. هذا الشيء ما كان عينه، هذا ما غادي نقول ان شاء الله. ها انت تشوف الدنيا لهم مشردين، كيباتوا في السمره، ما لقاو فين يديروا حوايجهم ولا فين يوليو، ولا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. الله يحق الحق، كنطلبوا من الله يحق الحق. هذا الشيء ما كيوقعش في الدوله الاسلاميه، ما كيوقعش هذا الشيء في الدوله الاسلاميه. انا كنقول هذا الشيء ما كيوقعش في الدوله الاسلاميه. هذا هو اللي كان. شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما عرفش هل الصوت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أول هضرة عندي وآخر هضرة عندي حسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.